ضد الشعب في أي دولة مش في مصر بس هي الحجم. لما تحتشد ورا شيء لابد الكل يستجيب، كان المفروض يستجيب، لكن واضح إن هم ما كانوش قادرين، يعني فكرهم ما عندوش استعداد. تاريخ دموي للإخوان على مدار عقود منذ نشأة الجماعة على يد حسن البنا في عام 1928، مستخدمة الدين كذريعة لنشر أفكارها المتطرفة والإرهابية. منهج العنف وأساليب القتل والتخوين ونشر الفوضى كانت هي الأدوات التي تستخدمها الجماعة منذ تأسيسها، ورغم ادعاءات البنا بأنه هو صاحب دعوة ورسالة دينية، ولكنه في الحقيقة قد نافس على السياسة وسعى لدخول البرلمان وأسس ذراعاً مسلحاً لجماعته الإرهابية. فبرز دورها في إطلاق وتدعيم تيارات التطرف وجماعات الإرهاب، فضلاً عن ضلوعها في اغتيالات عدة قديماً وحديثاً. فلم ولن تنسى ذاكرة المصريين اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات برصاصة غادرة في حادثة المنصة الشهيرة في 6 أكتوبر عام 1981. ومنذ ذلك الحين لم تحاول الجماعة الإرهابية إخفاء وجهها الملطخ بالدماء في كل وقت وحين، مع تنفيذ عشرات العمليات الإرهابية، لتقرر في عام 2011 وتحديداً في 28 من يناير الاتشاح بثوب جديد يسطر ماضيها الدموي، مرتدية قناع الحركة الإصلاحية ثم ارتداء قناع ثوري وتسلل عبر الاحتجاجات للقفز على زخم الميادين. فحركت مسلحيها لإحداث الفوضى وتنفيذ مخطط لاقتحام بعض السجون، ودفعت بعدد من عناصرها إلى معسكرات تدريب في سيناء. وبعد أن نجحت في سرقة أصوات الناخبين بستار الدين والوعود الواهية فيما أسموها بمشروع النهضة، وصلت الجماعة الإرهابية إلى سدة الحكم وأحكمت من سيطرتها على مفاصل الدولة لتنفيذ أجندة ليس للوطن فيها ناقة ولا جمل. وسرعان ما كشفت عن مطامعها مع استمرار أضراعها في إحداث الفوضى من أجل إرهاب الشعب الرافض لتلك المطامع، لعل من أبرز المحطات التي لطخت جبين الجماعة الإرهابية مهاجمة كمين أمني قرب الحدود وقتل الضباط والجنود الصائمين في وقت الإفطار في أغسطس 2012، واغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف في 5 ديسمبر من العام ذاته ليلفظهم الشعب بعد عام واحد، وتتصاعد جرائمهم بعد الإطاحة بحكمهم، بداية من إشاعة الفوضى مرورا بإسقاط المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين. ومن منا لم يتذكر اعتصام 4 الذي استغاث الشعب لإنهائه، والكثير والكثير من صور ومظاهر العنف ونشر السلاح لبث الرعب في نفوس المصريين، وصولا لقيام الجماعة الإرهابية باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات في 29 من يونيو عام 2015. هكذا انكشف الوجه القبيح للإخوان، فكان سقوطهم المدوي أسرع بكثير من صعودهم إلى سدة الحكم، فكانت ثورة يونيو بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ مصر وشعبها من أجندة جماعة تعمل تحت شعار تدمير الوطن.